في الوقت الذي تتجه فيه الساحة السياسية إلى مزيد من التوتر بعد دخول أكثر من قضية على خط المواجهة بين الحكومة والمجلس، تبقى لغة الأرقام هي الفيصل بين الطرفين. وكون هذه اللغة هي السلاح المؤيد والمعارض على حد سواء، فقد أصبحت الشغل الشاغل ليس للنواب فحسب، وإنما للشارع والرأي العام الذي أصبح جزءا من اللعبة السياسية ولا يمكن تجاهله أو الإقدام على أي خطوة من دون الأخذ بعين الاعتبار موقفه وتوجهاته من هذه الخطوة. لم تعد لغة الأرقام تقتصر على التصويت داخل قاعة عبدالله السالم، ففي الوقت الذي تتحدث فيه المعارضة عن امتلاكها 26 صوتا نيابيا تتكفل بالوصول إلى كتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، لتكون الكلمة بعد ذلك لسمو الأمير الذي بيده مصير المجلسين الوزراء والأمة، تتحرك الحكومة بثقة مستندة إلى أغلبية ساعدتها في تخطي العديد من الاستجوابات. لغة الأرقام التي كانت حاضرة في ندوة إنقاذ وطن وعلى لسان النائب صالح الملا كانت كفيلة بتأكيد ما رددته المعارضة، إذ كانت الرصاصات الخمس لكتلة العمل الوطني كما قال الملا بمثابة القشة التي تقسم ظهر البعير، وبين مقلل من أهمية هذه الرصاصات وآخر يرى أنها نهاية الحكومة، تبقى قاعة المجلس هي الميدان الحقيقي والتي يمكن من خلالها معرفة نقاط قوة وضعف الطرفين الحكومة والمعارضة. ساحة الإرادة دخلت أيضا لعبة الأرقام بعد التنافس بين معارضي الحكومة ومؤيديها لحشد آلاف المواطنين الداعمين لكل طرف في محاولة لإيصال رسالة مفادها أن الغالبية هي التي تحدد مسار الأحداث، وعلى الطرف الآخر احترامها والقبول بنتائج اللعبة الديمقراطية حتى وإن كانت تخالف توجهاته ولا تحقق مطالبه التي يرفضها الآخر. حجم الأعداد التي شهدتها ساحة الإرادة حاول كل طرف الحديث عنها بما يخدمه، إلا أن المبالغة كانت سمة الطرفين، وخاصة أن الحديث أحيانا يدور حول أرقام قد لا تستوعبها ساحة الإرادة، ولعل غياب الوسيلة التي يمكن من خلالها الوصول إلى الرقم الحقيقي لأي تجمع كان سببا في ترك الأمر للأمان والتوقعات التي قد تكون خلاف الواقع بكثير. إلا أن من الملاحظ أن الحشد الجماهيري أخذ في التصاعد خلال التجمعات الأخيرة، وهو ما يعني أن التجمعات المقبلة قد تكون أكثر عددا، ولعل ما يدعم ذلك إقدام الحكومة على اعتقال عدد من المعارضين المتهمين باقتحام قاعة المجلس، الأمر الذي سوف تستغله المعارضة لزيادة الجبهة المعارضة للحكومة في الشارع بعد ضمانها اكتمال صفوف الجبهة المعارضة من النواب، وبذلك تدخل العلاقة بين المجلس والحكومة مرحلة كسر العظم، ويكون شعار كل من الطرفين أكون أو لا أكون، لترسم الجلسة المقبلة في 29 من الشهر الجاري مسارا جديدا للمواجهة بين السلطتين لا يمكن التنبؤ به قبل إعلان رئيس المجلس انعقاد الجلسة.